رجاء وأمل في الحياة بلا ملل، في احتياجي وفي العمل، في امتحاني وفي الألم. لو نزلت للحبيب برضه لسه في أمل. هو إيه معنى الحياة لو مفيش فيها أمل؟ ليه رجاء وأمل؟ في حلقتنا النهاردة سعيدة جدا تكون معانا في الاستوديو الأخت أمال أليكسان. أهلا بيكي أخت أمال. أهلا بيك، الرب يباركك. أنا مبسوطة جدا لحضرتك معانا النهاردة. شكرا خالص. وأتوقع النهاردة أن الحلقة تبقى مختلفة ومميزة في نوعيتها. أمين. تعالوا بينا النهاردة نسمع مع أمال الحدوتة، ومن فضلك خدي بالك لأنها مهمة جدا، وأنا عارفة أن في ناس كتيرة هتبقى نفسها تبقى معانا في الاستوديو في الحلقة دي بالذات. تعالي نسمع. اذهبي، لا نريدك هنا. يا معلم اتركها، لا تنجس نفسك حتى بالنظر إليها. مريم، ماذا تريد منا يا يسوع الناصري؟ نحن نعلم من أنت، أنت قدوس الله. اصمتوا. أيتها الأرواح الشريرة، اخرجي من هذه المرأة. لقد ماتت، لقد قتلها، انظروا سيلمسها. لا، فرجل بار لا يفعل ذلك. مريم يا ابنة إبراهيم، إنها بخير، ما زالت حية، إنها معجزة. من هذا الرجل؟ حتى الأرواح النجسة تطيعه. إنها معجزة، إنها معجزة. هذا مستحيل. أشكرك. إيه رأيك إيمان في الحدوتة؟ هي فعلا حاجة مهمة جدا، وفعلا الشياطين فعلا ليها دور كبير في حياة الشخص. نعم نعم، يعني تقريبا نقدر نقول بهدلوها الشياطين. بالضبط كده. النهارده هنتكلم عن مريم المجدلية. نعم. وتقابل المسيح معاها، وهل فعلا هو ازاي غيرها. نعم. بس انا عايزه ارجع لورا شويه، عايزه اقول هي جات منين. البلد اللي جات منها مريم المجدلية كانت مشهورة بالعنف وقلة الأخلاقيات فيها، اللي هي اسمها مجدل. مجدل. نعم. وعايزة أقرأ شوية آيات بسرعة توري الشياطين ممكن بتبهدل الإنسان فعلا زي ما قالت الحدوتة. نعم. ففي إنجيل لوقا أصحاح 8 بيتكلم، في إنجيل لوقا أصحاح 11 بيتكلم عن واحد كان فيه شيطان، وبيقول لما الرب يسوع أخرج منه الشيطان يقول تكلم الأخرس. نعم. يعني الشيطان خلاه أخرس. وفي مرة تاني بيتكلم لما نزل من الجبل ولقى الولد اللي عنده صرع، ولما طلب أبوه من الرب يسوع أن يشفيه يقول أن الولد شفي بالكامل. ولما نيجي للراجل اللي كان فيه لاجئون، يعني كان فيه كتيبة شياطين، ولما الرب يسوع أخرج منه الشياطين يقول كان لابسا وجالسا وعاقلا. ده تغيير الرب يسوع. وخطورة الشياطين نقراها في لوقا أصحاح 11 بيقول ومتى خرج الروح النجس من إنسان، وبعدين يرجع يقول طب أنا أرجع تاني، يفضل يروح في أماكن ولا أرجع للمكان الأصلي بتاعي. فلما يرجع يجيب معاه 7 شياطين تاني، فيقول فتكون أواخر هذا الإنسان أشر من أوائله. فمريم مجدلية بيقول الرب يسوع كان فيها 7 شياطين وشفاها من ال7 شياطين. فأنا توقعي تقابل مريم مع يسوع خلاها إنسانة عاقلة وجالسة ولابسة. إيه اللي بيخطر على بالك لما تسمعي مريم المجدلية؟ يعني الحقيقة بس يخطر على بالي قد ايه الخضوع والندم والتوبة. اتمثل بيها ان انا اكون زيها واكون اول واحدة اشوف المسيح. كفاية ان اسمها ذكر في الكتاب المقدس. بحب كون مثلها مبشرة.
مريم المجدلية دي كانت برضها خاطية وكلها شر وتابت. مريم المجدلية ما حبيتها للرب، هي أول واحدة خبرت وقالت عن قيامة المسيح، معرفة ومحبة شديدة للرب، كانت خاطية وتابت. نعمة الرب غنية، كانت خاطية وشافت نعمة الله وتبررت وبقت عند قدمين السيد المسيح. صورة للمرأة اللي فيها شياطين، صورة للإنسان الخاطئ. أجمل ما فيها أن ربي يسوع أخرج منها 7 شياطين، فبعد كده طلعت خدمة الرب. مريم المجدلية هي اللي قبل معاها الرب يسوع وغيرها وطلع منها 7 شياطين، ولما أخرج منها شياطين تبعت الطريق كله لغاية الصليب. لي رجاء وأمل، يعني معنى كده ان التحول مريم كان جذري في حياتها 180 درجة على طول، من شخص كان كل تصرفاته غريبة، ما نعرفش كان السبع شياطين دول نوعهم ايه، الكتاب ما ذكرش عملوا فيها ايه ما نعرفش، لكن اتنقلت لشخصية تانية اخرى. العجيب كمان ان هي يعني مريم بعد ما المسيح تقابل معها وعمل معها معجزة ما عدتش في بيتها، ما عملتش حاجة، ما تركنتش على جنب، لكن كان ليها دور. ينفع توضح لنا من فضلك الحاجة العجيبة في مريم وفي عمل المسيح؟ المسيح لما غيرها ادها جرأة غير عادية، وكان عندها إخلاص وولاء غير عادي. أنا اللي عجبني في مريم مجدلية هي راحت على طول، ما عادتش مثلا يعني خافت ولا نطلع برا الناس دي كانت بتكرهني، أكيد كانت بتعمل تصرفات غريبة، أكيد كانت مكروهة، أكيد كانت مرفوضة، فما خدتش خطوة أنها شفيت وراحت قعدت في البيت، لكن استخدمت الشفاء بتاعها ده. والشيء اللي عجيب جدا فيها أن هي راحت لمجموعة كان عندها نفس الماضي بتاعها، وده طبعا شيء رائع جدا لان دي الناس هتحس بيها، هتعرفها، عدت بنفس الموقف زيها. فانا احب اقراها الايه دي، موجوده في لوقا 8 من عدد 2 ل 3، بيقول: وبعض النساء كنا قد شفينا من امراض شريره وامراض ارواح شريره وامراض، مريم التي تدعى المجدليه التي خرج منها 7 شياطين، ويوانا امراه خوذي، وكيل هيرودس، وسوسنة، وآخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. فهما كان عندهم أمراض وشياطين اللي هي راح تنضم تخدم معهم، فده تصرف فعلا حكيم جدا، وده التصرف الصح إن أنا أروح في مجموعة كان عندها نفس الموقف اللي زي. وهي خدمتها كانت نوعين من الخدمة، بيقول إنها كانت بتخدم وفي نفس الوقت كمان من أموالهم، فكانت بتعمل خدمتين. أنا ما عارفش الخدمة التانية ما ذكرش، لكن تكون يعني احتمال تكون خدمة موائد، ترتيب وعداد حاجات، لكن كمان كانت بتخدم من أموالها. لي رجاء وأمل. يمكن ما عندناش دايما، أكيد في يعني في المجتمع دلوقتي ناس عليها شياطين، يمكن مش مشهور كتير او ما قدروش يتكلموا بصوت عالي في المواضيع دي، لكن لو في حد ربنا شفاه دلوقتي في الوقت ده اللي احنا فيه، ازاي يقدر يساعد الاخرين؟ هو يعني ما حدش يقدر يساعد الناس التانية غير اللي عدى بنفس التجربة. نعم. ويعني انا اقرا قصص كتير، مثلا حد مثال بسيط عن امهات اولادهم ماتوا بسبب ان اللي كان بيسوق بيسكر فيعمل حادثة ويموت اولادهم، فتجمعوا كلهم مع بعض الستات دول وعشان يشجعوا بعض وعلشان يشاركوا ألامهم مع بعض، لكن في نفس الوقت الستات دول غيروا في القانون، في قانون العالم كله، في أمريكا وفي العالم كله. فالإنسان اللي بيعدي بتجربة هو الشخص الوحيد اللي بيقدر يشعر بألام الناس التانية ويقدر يشاركهم نفس الألام، ويقدر يعرف بالحاجات اللي هم عدوا بيها، ويقدر يشعر بالرفض اللي هم شعروا بيه وبالكراهية اللي كانت تجاههم. فهو الشخص الوحيد اللي يقدر يساعد. وفي آية أنا بحبها قوي قوي، يعني هي بتتفهم بطريقة تانية. الآية اللي بتقول: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. هي ما تيجي في مخنا كده على طول نفكر عطاء فلوس، لكن هي مغبوط هو العطاء إن إحنا نعطي دايما. إحنا توقعنا يكون عندنا مشكلة عايزين الناس تحن علينا وتخاف علينا وتفضل تطبطب علينا طول الوقت، لكن إحنا المفروض إحنا نعطي، لأن العطاء مغبوط أكثر من أن أنا بقاعد مستني ناس تديني. فالكتاب بيقول مغبوط أن هو العطاء أكثر من الأخذ. ولازم أحط في مخي أن شخص واحد
ممكن يغير المجتمع، بس هي خطوة خطوة بتبتدي. كانت جريئة فعلا، هي كانت جريئة. وأجمل حاجة في الموقف اللي بيعجبني لما لقت القبر فاضي جريت وراحت قالت لهم أنا لقيت القبر فاضي، فصدقوها احترموها، يعني كانت شخصية عادية. والتلميذين اللي رجعوا علشان يروحوا يشوفوا يقول هم كانوا قاعدين في حتة لأنهم خايفين من اليهود، فراحوا بصوا لقوا القبر فاضي ورجعوا تاني. هي فضلت واقفة ما مشيتش، لازم أعرف فين أخدوا السيد، فين معلمي اللي علمني، فين معلمي اللي شفاني، أنا مش ممكن أمشي من هنا غير ما أعرف ودوه فين. لي رجاء وأمل أرجع بس نقطة واحدة تعجبني قوي، التعليق اللي قلتيه عن لما راحت للقبر. غريبة أن شخصية زي كده كانت الناس بتشاور عليها في الشارع لما تعمل حاجات مثلا يعني مشينة لواحدة ست في سنها مثلا، أو أكيد عليها سبع شياطين، فممكن نتخيل وناس رحبوا مخينا كانت بتعمل إيه. نفس الشخصية دي لما ربنا يتقابل معاها وغيرها وشفاها وخرج الشياطين منها، بقت ذات الشخصية اللي راحت القبر وبشرت بقيمة المسيح. تقدري تقول لنا إزاي ربنا بيغير من الجروح أو الحاجات اللي بنسيبها، انطباعات بنسيبها عند الناس بسبب ماضينا؟ أمين أمين. لما الواحد بيعدي بأي حاجة، لو كان عنده مرض أو أي حاجة، تخيل أنا كان عندي حاجة وشفيت منها، فالناس بتشاور لسه بتشاور علي بتقول دي ما كان عندها كذا أو دي عملت كذا، فدايما بيشاوروا على مشكلتي. فأهم حاجة أني أنا مرجعش للمكان ده تاني. نعم. المكان اللي يذكرني بالماضي. نعم. المكان اللي يخليني الجروح بتاعتي تتفتح مرة أخرى. وعلشان اتحل من الجروح، الشفاء من الجروح ده بياخد وقت، الشفاء من الجروح، بس انا اللي عليا الدور، انا اللي عليا الدور اعمل ايه؟ اقدم محبه. لما انا اقدم محبه للناس تانيين واخدم الناس، فالناس بدل ما تشاور تقول بص دي اللي كانت بتعمل كذا، يقول يا بص ازاي العمل المسيح غيرها، ازاي الشخص ده اللي احنا كنا بنخاف منه، اللي كنا مكسوفين منه ان يبقى في عائلتنا في بيتنا مرفوض بنرميه في البيت مش عايزين يخرج معانا، بص الشخص ده عمال يخدم ازاي، ده بيدي من فلوسه، ده بيروح يعمل الحاجه دي. فبيبتدي مجد الله يعلن في الوقت ده، عمل المسيح وتغييره في حياتنا بيبان في الحته دي. وطبعا في مكافاه لما انا باخد الخطوه واقول انا هحب الناس اللي جرحتني، هحب الناس اللي بتسيء الي، احب الناس اللي شاورت عليا واقدم لهم محبه واخدمهم، انا بأشفى. والمكافاه اللي هاخدها او الواحد هيصلي المسيح وهيديني ان انا لا انا اروح افشر الناس. صحيح. عجيب يعني لما ربنا يختار حد يقول له عن اعلان القيامه ان يسوع مش في القبر، يختار واحده ست ويختار واحده ست كان عليها سبع شياطين لكن في يوم من الايام اتقابل معاها وعمل معها المعجزة. اللي أنا عايز أقوله المرأة قادرة تعمل حاجات كتير. نعم. والرب عايز يستخدمها ودايما بيستأمنها هي، والرب عايز يستخدمها في حاجات كتير. فزي حد بيقولك أنك أنت ما تنفعيش تعملي حاجة، أنت تنفعي تعملي حاجات. أمين. كتيرة قوي. أمين. وهتقدري تعملي، بس خدي الخطوة وخليكي مع مجموعة زيك. أخت أمال النقطة اللي قلتيها فعلا مهمة جدا، ويعني أنا متأكدة أنها أثرت كتير في المشاهدين النهاردة. إيه رأيكم نسمع ترنيمة دلوقتي مع بعض ونرجع تاني نكمل حديثنا مع أختنا أمال؟ وسهر الليل وأسراره واللي كانوا سبب الفرح أسباب الحزن صاروا، كذبوا سكروا لعب قمار وشر مسيطر على الأفكار، والمخدر ليل نهار يطبع فيه آثاره. كرهت الماضي وأخباره وسهر الليل وأسراره واللي كانوا سبب الفرح أسباب الحزن صاروا، كذبوا سكروا لعب قمار وشر مسيطر على الأفكار، والمخدر ليل نهار يطبع في آثاره. بترجاك تطلع فيه حبل الموت التف علي، بترجاك تطلع فيه حبل الموت التف علي، واللي فكرته الحرية عم يصلبني بمسماره، واللي فكرته الحرية عم يصلبني بمسماره. يا رب
ارحمني وخلصني، سلامك وحده بينقصني، يا رب ارحمني وخلصني، سلامك وحده بينقصني، بعدت كتير رجعت بتوبة، أنا خاطر ارحمني وخلصني. جسمي اللي بإيديك عجنته بكرة بيرجع لترابه، أنا بعرف إني المسؤول لكن ما في عندي حلول، مش عارف شو بدي أقوله، آمالي كلن خابوا، عمري بإيدي ضيعته ورح تطلب مني حسابه، وجسمي اللي بإيديك عجنته بكرة بيرجع لترابه. مرة تانية تعالوا نستكمل مع بعض حوارنا عن مريم المجدلية وتأثير الشيطان وشفاء يسوع المسيح ليها. أمال لما بفكر في موضوع مريم المجدلية عايزة بس أقول، لو واحدة قاعدة قدام الكاميرا النهاردة بتشاهدنا ما عليهاش شياطين وما فيش في حياتها يعني حاجات زي اللي كانت بتعملها مريم المجدلية، تقفل التلفزيون وتسيبنا ولا تعمل إيه؟ هو الغرض من قصة مريم المجدلية النهاردة نقول إذا كان ليا ماضي وحش، ماضي سيء، ماضي فيه حاجات بتعاب فيها، بألام فيها، بتكره فيها، بترفض فيها، إذا تقابلت مع المسيح هأشفى وهيستخدمني وهيكون ليا دور في المجتمع، والحاجات اللي أنا كنت مجروح منها بالعكس أنا هساعد الناس التانية تشفى منها. لكن صح ممكن يكون شخص مفهوش شياطين، لكن ممكن يكون بيعمل حاجات كتير في حياته، بيفتح أبواب لإبليس أن يدخل في حياته ويسيطر على حياته. ممكن يكون كان عندي ماضي سيء، ممكن في ناس مشوا في الخطية كتير وتأثرت حياتهم بحاجات كتير وهم مش فاهمين أن هم فتحوا باب لإبليس أن يدخل ويأثر في حياتهم. مش لازم يعملوا حاجات غريبة عشان نقول فيهم شيطان، مش لازم يكون أخرس، مش لازم زي ما قرينا من الكتاب، لكن في حاجات أنا ببقى عارف أن أنا عملتها وهي غلط ومعابة والمجتمع وأهلي وبيتي بيشاور عليها أن دي حاجة مش طبيعية، حاجة غلط معمولة، وأنا محتاجة أروح للرب يسوع زي ما مريم راحت له ويخرج الحاجات دي مني، علشان الله قادر يصنع مني إنسان جديد، والإنسان الجديد ده مش هيخليه إنسان جديد وبس، ده هيستخدمه وهيستخدمه بكفاءة كمان. رجاء وأمل يعني ممكن دلوقتي واحنا بنتكلم واحدة بتشاهدنا وبتقول أنا ما عنديش شياطين ركباني ولا كنت بعمل حاجات غريبة زي ما مريم بتعمل، في مجنون مثلا ساكن في الشارع عندنا فده أنا عارفة بيعمل إيه أو عليه شياطين، لكن أنا ما بعملش حاجة. لكن هي ممكن نفس الشخص اللي بتتكلم تكون بتفتح الكارت أو بتقرأ فنجان أو بتتكلم على ناس، بتنم على ناس طول الوقت أو بتكره ناس، ما دي كل دي أفعال إبليس، لأن هو جاء لكي يقتل ويذبح ويهلك. وقال الكتاب عنه كذاب وأبو الكذاب، فإذا أنا عندي طبيعتي كذب أو مبالغة أو بتكلم عن الناس بطريقة سيئة، ما دي برضو حاجات أنا واخدها منه من صفاته هو وبعملها. صحيح، وممكن تبقى فعلا في يعني حاجات غريبة بتحصل أو بركة كده يعني غريبة، بركة مفقودة مش موجودة في بيتنا بسبب حاجات بتحصل أنا تعودت أعملها، مامتي، جدتي، جارتي، نشرب قهوة مع بعض وبعد كده نقلب الفنجان ونقرأ، أنا كده بفتح باب للشيطان. هو يعني اتفرج على أفلام خليعة، نعم، شوف مجلات ما يلقش أن أنا أشوفها، كل دي أبواب بفتح إبليس يدخل بإرادتي، أنا بفتحها بإرادتي يعني للشيطان، وأنا كده يعني كأني بأدعوني يجي بيتي ويعمل بقى اللي يحلاله. فده كلام خطير، يعني أنا يعني أؤكد على خطورة الموضوع ده، أنه ربنا يساعدنا نفهم أن سلطة إبليس مش بس الناس اللي ركبها شياطين، لكن هو بيعمل حاجات تانية زي ما حضرتك قلت، بيأتي ليسرق ويهلك ويذبح ناس كتيرة. إحنا ربنا هيرتب ونعمل حلقات تانية مخصوصة أن إحنا نتكلم باستفاضة أكتر عن الشيطان وتأثيره في الحياة وكل الأفعال اللي بنعملها مرات بسبب يعني تضيع وقت أو بسبب أن إحنا نقضي وقت مع بعض مع أصحابنا مع جيراننا، لكن الحقيقة دي يعني إحنا بنفتح بإرادتنا، وعايز أقول تاني بإرادتنا، باب للشيطان أن يدخل في حياتنا
في بيتنا، في أزواجنا، الأحجبة، الشعوذة، السحر في كل يوم. طبعا طبعا الحاجات دي خطأ ومتعودين نعملها للأسف، بكل أسف بقت جزء من برنامج عادي اليومي لناس كتيرة. أقرأ حظك اليوم، بختك في الجريدة، أقرأ الفنجان، أفتح الكارت، كل الحاجات دي يعني للأسف. احنا مرة تانية بقول يا أخت أمال والمشاهدة الكريمة ان انا بفتح بإرادتي مجال للشيطان ان يدخل بيتي، ف يعني ربنا يساعدنا ان احنا نفهم الكلام ده. لي رجاء وأمل، اختي وانت بتسمعينا النهارده خطر على بالك ايه؟ ايه اللي حسيتيه النهارده وانت بتسمعي الحدوته وانت بتسمعي التعليقات بتاعه اختنا امل؟ لو انت كان عندك نفس الوضع، لو في شياطين في حياتك، لو في انت رجعتي في يوم من الايام للسحر وشعوذه عن طريق التجربه او عن طريق الفضوليه او عن طريق واحده صاحبتك قالت لك يلا نجرب ومن ساعتها حياتك اختلفت، في رجاء، في رجاء حياتك ترجع طبيعيه زي زمان واحسن، في رجاء ان قوه وسياده الشيطان على حياتك، على بيتك، على عيلتك، على اولادك تبقى النهارده باطله لو قربتي من يسوع المسيح. لو فتحتي قلبك وانت قاعده دلوقتي وانت بتسمعيني قولي له يا رب يا رب، يلي شفيت مريم المجدليه وخرجت منها 7 شياطين تقدر توصلي في مكان تواجدك، انت في المطبخ دلوقتي، انت بتسمعيني وانت قاعده على كنبه، وانت واقفه، وانت بتعملي اي حاجه، يسوع المسيح معاكي وعايز يوصلك، عايز يغيرك، عايز يحررك، عايز يشفيكي، عايز يديكي حياة أفضل، لأنه هو جاي عشان كده، هو الوحيد اللي قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أفضل يعني حياة منهاش قوة من الشيطان عليكي وعلى بيتك. مش تعبانة؟ أكيد تعبانة. مش الناس بتشاور عليكي؟ أكيد بيحصل. أنا النهاردة عايز أقول لك أنك تقدري تكون حياتك مختلفة زي مريم المجدلية، زي ما سمعنا النهاردة في الحلقة، يسوع يقدر يتقابل معاكي، يشفيكي من كل الجروح، يشفيكي من بصة الناس، يشفيكي من سلطة إبليس، ويقدر يستأمنك على أهم الأخبار أن يسوع المسيح ما زال زي ما برنامجنا بيقول مصدر الرجاء والأمل الحقيقي في الحياة. يلا معايا، يلا معايا، ما تضيعيش وقت لأن اللي فات من عمرك كتير. صلي، كلميني، اكتبيلي على العنوان اللي ظهر على أسفل الشاشة، ومن فضلك ما تضيعيش الوقت. هيضحك عليكي، هيقولك سيبك من الكلام ده، بقالك سنين طويلة في الربط والقيود بتاعة الشيطان، لكن النهاردة عايز أقولك يسوع المسيح قوي وقادر ويستطيع ان النهارده يحررك ويشفيكي ويغيرك بلمسه حقيقيه في الحياه. من فضلك ما تضيعيش وقت، كلمينا، فريق البرنامج هيبقى سعيد ومصلي ان يقدر يوصل لك بتليفون، بايميل، برساله، باي طريقه توصل لنا احنا هنوصل لك وهنصلي لك. والحلقه دي مختلفه لان احنا النهارده بنتكلم عن الشيطان اللي مش عاجبه ابدا ان احنا نتكلم عنه، لكن احنا مصممين ان يسوع المسيح هو مصدر الرجاء والامل الحقيقي في الحياه، شفى ويشفي وسيشفي. عشان كده من فضلك ما تضيعيش الوقت. حتى لو خاب الأمل والمشاكل مليها حل والمصاعب لا تحتمل، مش هسلم للفشل، شمس رب بترد فيا الروح وتخلق للأمل. هو ايه معنى الحياة لو مفيش فيها امل؟ في رجاء وامل. لان برنامجنا اسمه ليا رجاء، انا مبسوطة النهاردة ان يبقى في فقرة مخصوصة توصل النهاردة الرجاء والامل الحقيقي لحياتك. الفقرة دي عبارة عن اسئلتكم اللي بتوصل للبرنامج، واللي بنحاول بكل اجتهاد قدام ربنا ان احنا نصلي ونجاوب على السؤال. مبسوطين النهارده يكون معانا قسيس ايليا موريس، دكتوراه في علم نفس المشهوره، مشهوره الاسره والطفل. اهلا بيك دكتور قسيس ايليا. اهلا بيك. انا عايزه اقرا لحضرتك السؤال اللي جالنا، وانا بصلي ان ربنا يديك حكمه في الاجابه عليه. امين. السؤال بيقول يؤلمني ماضيه ولو اني بحق يؤلمني ماضيه ولو اني بحق رجعت عنه ولي علاقة جيدة مع الله، ماذا أفعل والماضي يلاحقني؟ شكرا لصاحبة السؤال. أنا عايز أقول يمكن مشكلتها إنها لسه عايشة في ماضيها، مع أن علاقتها بالله سوية ونسيت، رجعت عن الماضي،
لكن هناك يبدو في حياتها ما يذكرها بالماضي. المطلوب أنه ترك الماضي للماضي والبداية الجديدة، وده يتم أن برنامجها برنامجك يبقى مليان بسبب حالة فراغ في الوقت، فراغ ذهني، بيرجع الشيطان ويجيب لك سلسلة الماضي، أحداث الماضي. نصائح كده بسيطة. أولا، تخلصي من كل ما يربطك بالماضي، سواء كانت اتصالات أو صور أو خطابات أو أي معاملات مادية. الأمر الثاني، املأي برنامجك تماما علشان تشغلي حيز الفراغ اللي ممكن الشيطان يملاه بأطلال الماضي. حاجة الثالثة، خلي ليكي خدمة، في خدمة ربنا قوة وبركة ومشغولية، وفي الخدمة ربنا يديكي معونة ونصرة على الماضي. عايز أشجعك بالآية الرائعة الموجودة في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 5 آية 17. كورنثوس الثانية 5:17، إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة الماضي قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. اتمتعي بالحياة الجديدة، اتمتعي بالعلاقة الجديدة، املأي برنامجك ببهجة وبفرح، اعملي كده وليكي أمل. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على إجابة رائعة. عارفة ازاي تمدي برنامجك وعارفة ازاي تختمي؟ واحدة من الحاجات اللي أنا بطلبها منك، تصلي للبرنامج، تصلي لأخواتك، تصلي لأسئلة اللي بتجيلنا، عشان يفضل يجيلنا أسئلة كتير نقدر بإجابتها ندخل رجاء وأمل جديد لكل أسرة ولكل عيلة. أنا بشجعك إنك تكتبي لي سؤالك اللي محيرك، يمكن اللي مخبياه سنين طويلة لكن جه وقت ربنا يشفيكي منه. من فضلك اكتبي لي، ابعتي لي إيميل، اتصلي بينا، وإحنا بكل سرية بنحيط على كل الأسئلة دي، مش بس سرية لكن كل سؤال بيوصلنا فعلا بنهتم بيه اهتمام شخصي جدا، وبنصلي وبنحاول نجاوب عليه حسب كلمة ربنا. لغاية لما قابلك مرة تانية في برنامج تاني من ليا رجاء، ربنا معاكي يديكي كل رجاء. لي رجاء وأمل في الحياة بلا ملل، في احتياجي وفي العمل، في امتحاني وفي الألم، لو نزلت للحضيض برضو لسه في أمل. هو إيه معنى الحياة لو مفيش فيها أمل؟ لي رجاءُ